أنا بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ، ومش عارف آخرة اللي بيحصل ده إيه، بس أنا مكمل ومش هسكت عن حقي، ومش هسيب حد يتعدى على حقوقي، وأنا هغني وأسمعكم صوتي ومزجتي. وعلشان كده أنا أكتر واحد فاهم المشكلة اللي عند شيرين عبد الوهاب. الفنان محمد الشرنوبي طلع في تصريحات نارية بدأها بأنه بيساند شيرين عبد الوهاب وبيشجعها علشان تكمل تنزل أغانيها الجديدة برغم المشاكل اللي ما بينها وبين شركة الإنتاج روتانا، ونهى التصريحات دي بأنه كشف تفاصيل المعركة اللي بيخدها بقاله 5 سنين بينه وبين خطيبته السابقة سارة الطباخ، واللي هي برضو صاحبة شركة الإنتاج اللي كان متعاقد معاها الشرنوبي. فتعالوا بينا نعرف إيه الحكاية. محمد الشرنوبي عمل فيديو ونشره على جميع أكاونتات السوشيال ميديا بتاعته، واتكلم في الفيديو عن معاناته من سنين بسبب مشكلة شبه مشكلة اللي بتواجهها الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا. وقال الشرنوبي بخصوص موضوع شيرين: أنا مش فارق معايا أي حاجة غير أني سمعت صوت شيرين، وإن إحنا جمهورها مستمتعين بالأغاني الجديدة اللي بتعملها، ويا رب المشكلة ما بينها وبين روتانا تخلص في أسرع وقت علشان الأغاني تنزل بشكل طبيعي. وبعد ما الشرنوبي ساند ودعم الفنانة شيرين، بدأ يتكلم عن مشكلته مع خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، وقال: أنا بقالي 5 سنين في قضايا ومشاكل مع سارة الطباخ أو الشركة اللي كنت ماضي معاها، وفي 24 مايو 2022 طلع حكم بانتهاء عقدي، وطلعت الشركة قالت العقد لم ينتهي، وقعدنا شوية لحد ما طلعت 3 أحكام بتؤكد ان العقد انتهى واني ما عنديش اي التزامات باي شركة انتاج، وبدأت اشتغل مع واحدة من اهم الشركات في الوطن العربي. وبرغم ان الشرنوبي قال ان في حكم قضائي بيأكد ان عقده انتهى مع شركة سارة الطباخ، الا ان المشكلات ما وقفتش، ولحد النهاردة الشركة بتمسح كل اغانيه. وقال: المشكلة اللي بتواجهنا ان الاغاني بتفضل موجودة على كل المنصات لان موقفنا سليم، لكن في ثغرة في قانون يوتيوب مش عارفين نتعامل معاها، ثغرة معمولة علشان تحمي حقوق الناس، وهي حاجة اسمها سترايك، لو حد عملها يوتيوب بيحذف الأغنية ويدي مهلة 10 أيام لصاحب السترايك يرفع قضية، ولو رفعها الأغنية بيتم حذفها لحين حل القضية في المحاكم، وده ممكن ياخد من 8 لـ10 شهور. الشرنوبي كمان قال ان سارة الطباخ استغلت الاسترايك علشان توقف شغله وتمسح الاغاني من على اليوتيوب، وانها عملت الموضوع ده اكتر من مرة، وقال: هي استغلت الثغرة دي اول مرة في اغنية قلبي ارتاح، وانا كسبت القضية والاغنية رجعت، وقررت استغلال الثغرة في كذا اغنية، واخرها اغنية استغنيت والقضية مستمرة. وبالرغم من كل المشاكل اللي فيها الشرنوبي مع خطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، بس الشرنوبي وعد جمهوره انه مش هيسكت، وانه قريب قوي هينزل اغاني جديدة حلوة هو كان عاملها. كمان اكد محمد الشرنوبي اصراره على مواصلة طرح اغاني جديدة، وقال: مش عارف اخرة اللي بيحصل ده ايه، انا مكمل وهنزل اغنية يوم الاربع، ومش هسكت عن حقي، ومش هسيب حد يتعدى على حقوقي اني اغني واني اسمعكم المزيكا اللي بعملها. وقال كمان: انا عامل تقريبا 30 اغنية وشايل الحاجات الحلوة مش عايز احرقها.